مساء الخير واهلا بكم. اسبوع جديد وهنا العاصمه. اذا الاهلي والوداد المغربي 1-1 في مباراه الذهاب لنهائي دوري ابطال افريقيا. لسه في ماتش تاني خلال ايام قليله جدا، نهايه السبت القادم بالظبط هيكون مباراه الاياب في المغرب. 1-1 ما كانتش نتيجه كنا نحبها، كنا نفضل اما تعادل سلبي او ان احنا يعني ننتصر، او ولكن لسه في مباراة تانية. الجمهور كان عظيم، الماتش كان سريع وجيد، ووصلنا كتير جدا ل يعني شباك او ل يعني اقتربنا من مرمى الوداد المغربي، لكن بعد احرازنا الهدف الاول بعد دقيقتين لمؤمن زكريا رد علينا بهدف اخر لبن شوقي، وبعدها بدقائق قليلة هنعرف بعد قليل مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني السابق النادي الاهلي اللي موجود معانا الان في الاستوديو، هنعرف تفاصيل وقراءته للمباراه. بس بقول لكل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير مصر، لسه في مباراه اخرى، لسه مباراه الاياب. الاهلي دايما بيؤدي اداء ممتاز خارج ارضه، وطبعا داخل ارضه الاداء كان جيد جدا. احنا عندنا مشكلات في التهديف، في ارتباك بيحصل عند الاقتراب من المرمى، لكن ادائنا 6-2 السابق كان اداء ممتاز امام النجم الساحلي، ونستطيع ان نكرر هذا الاداء مره اخرى. فريق الوداد المغربي فريق قوي، لكن ان شاء الله النتيجه تكون لصالحنا السبت المقبل باذن الله.